حجمها طيب ما شاء الله على السوفت. اذا ما عندك جكات وما تريد تخسر فلوسك كثير استخدم السوفت بيت. شوف النتيجة ما شاء الله. شوف الأحجام هذه هي على السوفت طيبة لا بس، لكن احنا هنردها بحر ما اريدها ما نحتاجها خلاص خليتها. البركة في أسماك هايمة سطحية، إذا تستخدم بوبر يضرب معاك. شوف الهجوم، شفت كيف الهجوم؟ ما شاء الله على البيت. هذه هجمة صغير كثير بال على الاسيست. هذه هي انا اشوف السلو. سلو هذا الحين حركة السلو. عندك سلو ضرب معي شوف ما شاء الله. شوف لحظة كيف لك راحت. شوف له شوف طرف معي ما شاء الله حجم طيب على حجم ما شاء الله. هوب طاحت. يا الله الله كريم. شوف كله يهاجم هناك ما شاء الله. دبل هذا هو الدبل كما تشوف. لازم ابطل واحدة والثانية بعد شوية ابطلها.